يعني أسألك السؤال الذي يراود كل من يعني تأثر بهذا الزلزال، وهم كثيرون بالتأكيد، مخاوف كثيرة من أن تكون هناك زلازل أخرى قادمة في الفترة المقبلة في محيط منطقتنا العربية. هل يمكن التنبؤ بذلك أم أنه من الصعب أو من المستحيل التنبؤ بكوارث أخرى طبيعية؟ نعم، مثل ما تفضلتي وقلتي، من المستحيل التنبؤ على المدى القصير. ممكن نتنبأ على المدى الطويل يلي هي عشرات أو مئات السنين، ولكن على المدى القصير هو من المستحيل التنبؤ. منطقتنا العربية، نحن بشرق المتوسط، في عنا فارق البحر الميت يلي بيمتد من خليج العقبة لجنوب تركيا محل مسار الزلزال. هلأ هو طوله 1000 كيلومتر، بيمرق بوادي عربة، بالبحر الميت، بوادي الأردن، بلبنان، وبسوريا منخفض الغاب، وبينتهي بوادي كرسو بتركيا، حيث بيلتقي مع فالق الأناضول الشرقي، ومن هونيك بيكمل فالق الأناضول الشرقي يلي عليه صار الزلزال الأمس. طيب هل دكتور إنه توني، نحن نعم هل هناك مسببات أو عوامل مساعدة لحدوث مثل هذه التصدعات أو هذه الزلازل؟ الكرة الأرضية القشرة تبعها مقطعة إلى أجزاء، وهذه الأجزاء هي في حركة دائمة، وهذه الحركة بتصير على الخطوط الفاصلة بين ما يسمى صفائح، وهذه الخطوط الفاصلة للأسف هي اللي بيصير عليها زلازل. المسببات هي حركة الضغط داخل الأرض يلي بدها تنفس في مكان ما، والتنفيس عم بيكون تحريك هذه الصفائح، ولما صفيحة تتحرك بالقرب من صفيحة أخرى، صخر عم يتحرك من حد صخر، هيدا الحف، عملية الحف عندما تحصل خلال حدوث الزلزال، خلال فترة حدوث الزلزال تتولد الموجات الزلزالية توصل لعنا ومنحس فيها. العوامل هي باطنية من جوف الأرض لا يمكن التحكم فيها على الإطلاق.